بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح درس جديد من دروس الفريكاد. والدرس النهاردة زي ما احنا شايفين إزاي إن أنا أضيف صورة لمسقط أفقي وأرفع الحوائط بتاعة المسقط الأفقي ده. هنشوف مع بعض إزاي نعمل الكلام ده. هنيجي نفتح فايل جديد كرييت نيو، وبعدين هيجي عند هنا ستارت، بفتح بالشكل ده كده وأجي أختار هنا ايمج، تمام أهي. ونيجي بعد كده نحمل الايمج عن طريق الامر بتاعنا اللي هي كرييت ايمج بلين، ادوس عليه بالشكل ده كده واختار الايمج بتاعتي اللي انا عايزاها. ادي الايمج واقول له اوبن، وهخليها في الاكس واي بلين، وبعدين اقول له اوكي. نزلت لي الايمج زي ما احنا شايفين كده اهو، ده مسقط افقي ودي صوره عاديه جدا بي ان جي، تمام. هاجي ادوس عليها من هنا عندي موديل، وهاجي ادوس عليها بالشكل ده كده وأقلل الشفافية بتاعتها. هروح هنا على Transparency وأجي مثلا أخليها 80، تمام أهو بالشكل ده كده. وهرجع تاني لفوق الWorkbench وأختار Part Design وأقول له Create Body، وبعدين Create Sketch وأختار الـ XY Plane وأقول له أوكي. يبقى أنا كده هيجي أرسم الحوائط. طيب انا هاجي ارسم الحوائط ازاي؟ عن طريق ريكتانجل، دي طريقه من الطرق اهو. هاجي اخد حوائط كده بالشكل ده، لسه الامر شغال معايا، اخد الحائط الخط التاني اهو، تمام. وبعدين اجي من هنا اخد الحائط ده ازوده بس شويه، وبعدين اعمل له ترم بعد كده، تمام. نفس الكلام هاجي بالحائط ده كده اهو، وهنا نفس الكلام اهو. ونيجي نعمل تريم، عندي تريم اهي او جي مع تي من الكيبورد زي ما اتعلمنا قبل كده اهو، ونشيل اللي في نص كده. بالشكل ده كده اهو. افضل الجزء ده كده هاجي اشيله. يبقى ده رسم بسيط للحوائط، تمام. وهاجي اقول له كلوز، ادي الحوائط اترسمت. هنيجي ندوس على التاسكس هنا واقول له باد، تمام. عمل لي ارتفاع للحوائط زي ما احنا شايفين كده. هاجي مثلا اعملها 60 وادوس عليها كده ونشوفها مع بعض. طبعا انتوا بتعملوا الارتفاع اللي انتوا عايزينه. هنرجع للموديل تاني وادوس على بات مثلا وخليها 50 عشان تبان لي اكتر اهي. اهم حاجة عندي ان انا عرفت ازاي ان انا انزل صورة، وازاي ان انا ارسم عليها بطريقة بسيطة، وان انا ارفع الحوائط. بكده انا خلاص الدرس بتاعنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.